ورجعنا لكم مشاهدينا الكرام مره تانية بعد الفاصل. هقول لكم كنا بنضحك على ايه. طبعا نورتني وشرفتني حبيبتي خبيره التغذيه الشهيره ابو سيف. شوشو انتي بتوحشيني جدا والله. وانتي كمان والله يا زوز. والله بجد صباح الفل. صباح العسل حبيبتي وكريم شانتي شبهك كده. ربنا يخليك يا قمر. ربنا يخليك يا حبيبه قلبي. كنا بندردش في ايه بقى قبل؟ بتقولي ايه احنا عايزين نتكلم بقى النهارده عن الامهات اللي تقول لك ايه اتبقى شويه اكل كده من الولاد، الولد رجع معاه شويه سندوتشات يترموا، لا اروح واكلاهم. باقي معايا شويه سويت حرام هتعملهم مع كام كوبايه شاي واروح ضربهم بالليل بقى. يعني هنتعشى بقى بالليل فنجمع بقى ايه باقي من السويتس اللي اشتريتها النهارده. شوكولاته هاتها. الحاجات المقليه بقى اللي بتتباع مش عايزه. احنا عاملينها النهارده في الفرن بقى ومسلوقه. وقلنا نعملها بطريقه لطيفه وزيت زيتون معلقه كده وشويه اعشاب حلوه. حلوه قوي. ونرجع بقى ثقافه اهالينا زمان، احنا افتقدنا حاجات في الوصفات الاجيال الجديده مش عارفينها. مش عارفينها ده حقيقي. حتى لعلمك اقول لك على حاجه، رغم ان هي وصفات تقيله تمام، بس هي كانت مفيدة جدا لان فيها كل العناصر الغذائيه. وزمان كانوا فاهمين الصبح ناكل ايه والظهر ناكل ايه وبالليل ناكل ايه. بصي برضو انا مش عايزه اقول للناس يعني بصراحه، اقول لك على حاجه، انا الستات من غير ما الرجاله تزعل مني بس الستات فعلا صعبان عليا. ليه بقى؟ خصوصا دخلت المدارس. اولا الاولاد احنا بقى لنا اسبوع تقريبا داخلين اهو، بيدوروا اكتر اكل صحي لاولادهم. بس للاسف ما بتبقاش من سرعه الدنيا، في ام بتبقى بتشتغل، في ام بتبقى عندها مشاوير هتعملها بتاع حبيبي. فبتصحى يا عيني بقى تجيب ولادها وتجيبهم بالظبط. معظمهم كده. فبتبقى يا عيني بقى ايه عايزه تستسهل، فبتروح تنزل تجيب اللانشون وتجيب البسترما وتجيب مش عارف ايه وتعمل في الساندوتشات وكده. وبعدين الصبح بقى تصحى اما اكل معاهم بقى ساندويتش كده. وساعات على فكره في امهات والله بتنسى في وجبه الفطار ساعات. ما هي بتقول لك ايه انا هاخدها بقى معاهم وهم وانا بفطرهم الصبح كده اكلها معاهم. فتاكلها معاهم طبعا وجبه اصلا هي لا قامت شربت ميه ولا قامت عملت اي حاجه في الدنيا وراحت حاجه مفيده لجسمها هي وراحت ايه واكلاه. انا جايه اكلمهم بصراحه، يعني انا جايه النهارده اكلم الامهات يا عيني اللي هي هتدخل على دخله عظيمه الدوامه العظيمه بتاعت المدارس. قبل بقى ما ندخل الدخله العظيمه نعرض بقى. بصي احنا دي ارقامكم الوحيده، انا عايزاكي تاكدي بقى على اصدقائنا. دي ارقامنا الوحيده للتواصل، الناس تتصل علينا. كل الخبراء التغذيه كلهم مستنيين اتصالاتكم يا جماعه النهارده وبكره وكل يوم. احنا على مدار 24 ساعه ما فيش تليفون الا لما خبير تغذيه ودكتور بيرد عليهم علشان يقول لك حالتك ايه بالظبط ومحتاجه اي كورس من الكورسات اللي احنا هنتكلم عنها النهارده. دي بقى اول صفحه. دي اول صفحه لينا. احنا عندنا صفحتين او ثلاثه تقريبا، هم اتنين الاساسيين اللي معايا دلوقتي هنقول عليهم لاصدقائنا. بس انت عارفه ان احنا بيبقى عندنا ضغط كتير قوي على الصفحات، فانت عارفه بقى مش عايزه عدد ناس بيدخل. فكل مادة بنعمل صفحه جديده عشان تستوعب كم الناس اللي داخل علينا. دي صفحتنا، هيلقوا عليها المنتجات، هيلقوا عليها وصفات، هيلقوا عليها طريقه تغذيه معينه، عليها برده المنتج واشكاله. دي الصفحه الثانيه. اجري اجري. فالناس تتواصل معنا عن طريق الصفحه. في خبراء تغذيه للصفحه وفي خبراء تغذيه على الخطوط التليفون. تمام. من ضمن خطوط التليفون في خط انا اللي برد عليه للناس، بس يدوني مساحه علشان ناس كتير جدا بتقول لي انا بتصل بيكي ما بترديش. يدوني بس شويه بعد ميعاد الحلقه، يعني بحوالي نص ساعه كده بس اكون وصلت ارد عليهم. تردي عليهم. ففي خط انا اللي برد بيه بنفسي على الناس. يعني انا عايزه اقول بس ان هما اتنين، عشان الثالثه دي ممكن تدخل على ناس تانية، يدخلوا على حاجات تانية يطلع مش المنتج. اتنين معاكي اهم هما اللي بيطلعوا ده. الناس تتواصل معانا واحنا يعني احنا بنتابع كل الناس وبنرد على كل الناس سواء على الصفحة او على خطوط التليفون. الله. واللي بيرد يا جماعة مش سيلز، اللي بيرد خبير تغذية. هو اللي بيكتب مش مندوب. له بالظبط مش مندوب من أكد يعني. بس انه مش بأكد انه مش مندوب. لا ده خبير تغذية ودكتور هو اللي بيأكد، لان انا باخد منك بياناتك وباخد منك طولك ووزنك وسنك حالتك الصحيه، انت بتعاني من ايه، عندك شهيه عاليه ولا عندك ضعف في الحرق ولا عندك ايه مشكلتك، ولا عندك غده ولا عندك شايله رحم ولا في مشكله في المراره ولا في مشكله. يعني انا بتابع حالتك كلها، بسالك على كل حاجه اللي هتجاوبيني عليه طبعا. انا هحدد لك الكورس بتاعك، الدكتور اللي متابع معاكي هو اللي هيحدد لك انت محتاجه ايه بالظبط. شوفي انت محتاجه ايه بقى. انا مش انا محتاجه طبق. انا محتاجه طبق دلوقتي. بصوا بقى الشكل ده، احنا خلطنا الموتزاريلا مع البشاميل تمام، وحطيت بيض
ولا حطيت اي حاجه وادت الشكل اللطيف ده. كان ممكن تقعد اكتر كده بس انا خايفه حديثي عشان بحبك فحديثي ياخدني معاكي. ايوه وانسى. فانا قلت اطلعه. عايز اقول لك ده يعني هو تقريبا احنا هننسى هنقول ايه ونقضيها. احنا هنكمل بسرعه ونديها بقى. البطاطس بس انا عايزه اوريكي. بصي البطاطس يا شهيره انا عملتها الاول هي نص سلقه. ايوه. وبعدين حطيت عليها زيت الزيتون وهرفعها دلوقتي لفوق كده سنه. انت عارفه ان البطاطس انا احيانا بكتبها لناس كتير جدا في النظام الغذائي بتاعها. عارفه كده. بكتبها كتير جدا. طب ايه رايك في الطريقه دي؟ حلوه نشويه. كده او كده احنا بنبقى محتاجين نشويه طبعا نشويه. فشيء طبيعي ان دي اسهل واحسن واكتر حاجه بتتهضم بسرعه. بتتهضم صح. فانا بحب اديها اوريدي وناس كتير بتحبها يعني. في ناس كتير جدا تقول لي انا بعشق الفرنش فرايز طبعا. يعني تعالي شوفيني وانا بتخانق مع ولادي على الفرنش فرايز يا روحي. بس احنا عايزينه بقى يعملوها في الفرن مش عايزينه يعملوها. انا بحب كده بقى يعني. الناس بتيجي. انا بدات اعملها مؤخرا على فكره. عارفه انت عارفه احيانا جدا كل الناس تقول انت جسمك حلو وانت بتتكلمي بقى من فراغ. لا يا جماعه انا مريت بكل الظروف اللي الناس مرت بيها. انا حملت وولدت وتخنت وبس الفكره كلها انا نظمت وقتي ازاي. ايه الكورس اللي ساعدني؟ انا كان عندي مشكله جدا في الحرق لان انا عندي غده درقيه يعني. انا بكلم الناس من خلال حاجه انا كمان بعانيها فحاسه بيهم. حاسه هم بيعانوا من ايه فاهمه. فلما باجي اكلمهم انا ببقى عارفه انا بقول لها ايه لان انا اوريدي عندي ده. انا عندي غده درقيه فعم مسببه لي ضعف في الحرق. فبالتالي انا باخد الكورس اللي بيساعدني ان انا ازود الحرق. الى جانب ان انا خبير التغذيه فشيء طبيعي جدا ابقى واخده بالي من اكلي. انا ما بحرمش نفسي من الاكل بس عارفه انا باكل ايه وامتى. يعني ايه وامتى. الصبح باكل ايه، الظهر باكل ايه، بالليل باكل ايه. بحاول احافظ على نفسي على قد ما اقدر لان انا عانيت شويه بعد ما ولدت ابني. عانيت شويه من التخن وتخنت زي كل الناس ما بتتخن. بس رجعت على طول اخترت الكورس المناسب ليا وهو ده اللي انا بتكلم عليه. هو الكورس اللي انا بتكلم عليه دلوقتي. مش جايه اتكلم من فراغ من لا تجربتك. انا جايه اتكلم من تجربتي انا شخصيه. مرة جاية هجيب لك صوري وانا تخينة عشان تشوفي. لا بجد الله ده حاجة حلوة ازاي. انت كده بتعملي لنا تشجيع. جدا يعني فاهمة. فبصي السمنة رغم انها سهلة جدا ان انا اكل واتخن لكن سهل. صعب جدا ان انا ارجع طبعا. وان انا افضل تخينة ده مش هقول لك بس شكلك وحش لان في امارات بيبقوا تخان. بس هي مشكلة. المشكلة انها هتأثر عليكي فيما بعد. لو انت النهاردة في العشرينات او في اوائل الثلاثينات تخينة هتيجي عند 39 38 40 هتبداي تعاني من مشاكل كتير جدا. يا حبيبتي صح. فاحنا بنتجنب ده. طب ما احنا انا دلوقتي سريعه جدا في ان انا انزل. يبقى اساعد نفسي واخد الكورس المناسب اللي هينزلني بسرعه جدا. طيب انا النهارده عندي 40 سنه وتخينه ومليانه وبدات اعاني. بدات اعاني من خشونه في المفاصل، بدات اعاني من مشاكل في العمود الفقري، بدات اعاني صحيا ان عندي مشاكل صحيه دلوقتي. الكبد عندي بدا يعمل مشاكل. البنكرياس بدا بالظبط كده. مع الوقت عند 45 50 سنه هنوصل للسكر، هنوصل للضغط العالي، هنوصل لحاجات كتيره. طب وليه ما انا عشان كده بقول لك انا جايه هنا بقول لك ايه، خدي الكورس بتاعي. خدي الكورس بتاعي لان اللي عايز ينزل بسرعه هيبدا حاجه من الاثنين، يعني يروح يعمل عمليه جراحيه تكميم. ده بقى يعني بعد ما خلاص نوصل للمشكله. احنا مش عايزين نوصل للمشكله بالظبط كده. مش عايزين نوصل طب للمشكله. طب قول لهم بقى على الكورس. فانا بقى اقول لك ان الكورس بتاعي النهارده هو الاعشاب والنقط والكبسولات. طب هم ليه الثلاثه بقى يا زوزو؟ يعني انا ليه الناس بتقول حاجه واحده؟ ما اخدش بس الكبسوله. ليه ما اخدش؟ لا انا بحاول احاصر كل مشاكل وزنك من كل اتجاهات. بمعنى ايه؟ الكبسولات دي ايه فايدتها؟ انا باخد الكبسولات مع كوبايتين ميه كويس. يا اما قبل الاكل يا اما بعد الاكل حالتك اللي هتحددها. وخبير التغذيه لما بتقولي لي حالتك انا بقول لك اذا كان قبل ولا ليه بعد. مع الكورس ده ليه بقى الميه؟ ليه الميه؟ الكبسولات دي عباره عن مجموعه الياف واعشاب. طب الالياف دي محتاجه تنفش. ايه؟ عايزة تنفش. فعشان انفشها لازم اشرب ميه. صح. فاشرب ميه كوبايتين عشان انفش الكبسوله فبالتالي تملى معدتي. فبالتالي اقعد 8 ساعات مش حاسه اني جعانه. صح. شبعانه ومش حاسه اني جعانه. كويس. وده هيساعد في انه ايه؟ ان الجسم لما يحس انا شبعان بس هو عايز الطاقه بتاعته تشتغل هياخد من عنده من المخزون. فهياخد من المخزون. تمام؟ حلو جدا. طيب انا كده خدت الكبسولات الصبح. ساعدت معايا 8 ساعات. حلوة. لو انا بفطر الساعه 7 على 8 ساعات يبقى انا بتكلم في الساعه 1 ونص 2. هاجي 2 الولاد رجعوا من المدرسه او 3 سندوتشات. بدل ما همد دي على السندوتشات كلها كده. ايوه اصبر نفسي لحد ما الاكل يسخن. لا لا انا مش هخليكي تعملي كده. اسخن كده برضه اسخن الاكل بقى لان انا شبعانه. انا شبعانه مش هاخد
كده ساندويتش على مسخن الرز. عارفه انت عارفه ما احبش حد اقول لهم بقى حاجه، بما انك ما احبش حد يغرفني، انا بحب الاطباق الكبيره كواجهه لان احنا ناكل شيك على السفر. تمام. بس الطبق الكبير وانا عند الناس معزومه ما احبش اكل فيه ابدا. طبعا فاكل في الصغير اللي بيتحط للسلطه. لما بتحب الاكل ليه؟ يفضل يقول لك ما اكلتيش، طبقك فاضي انت. ما هو انا مش عايزه، وعايزه المعالق بتاعتي هي واجزاها بالظبط عشان ما احسش. انا عايزه اكل من كل حاجه، وعايزه ارضي الناس، وعايزه اقول لهم ان الاكل جميل، وعايزه اشاركهم، بس كمان عايزه يبقى عندي ارادتي قويه اني اقول للناس انا مش هقدر والله. انا مش هعرف والله بالزبط. او ممكن بعد شويه اخد الحل، او بعد شويه اعمل. فعايزه اقول للناس ما تتكسفوش، يعني لا ما تتكسفوش. الناس تقول انا واخده كورس سادت نفسي بصراحه. انا مش قادره اتكلم. لسه واخده الدواء يا ابني. لسه واخده الدواء والله مش قادره. يعني كنت قولوا لي يعني كنتش خدته يعني. لا حقيقي وده يعني حلو. اروح عند الناس اقول لك على حاجه، اخد الحبايه واقعد واكل قليل بس هاكل. هقول لك على حاجه يا زوزو، انا ما عنديش مشكله في حجم الطبق. حطي على قد ما انت حاسه، حتى لو طبق قد كده. حطي المعالق اللي انت قادره عليها. بس ليه بقى مش مع كل الناس؟ يعني ما هو مش مع كل الناس، عشان كده ببدا الناس بقى اللي شهيتها عاليه بتسرح منك بدون ما تقصد. بالظبط. الناس اللي شهيتها عاليه بقول لها هاتي بوله الشوربه وحطي فيها الاكل. احنا عندنا ثقافه ان الطبق ما يرجعش فيه اكل. عندنا الثقافه دي بالظبط. بنتضايق وبنطلع كتير بيني وبينك بقول لك الاكل مش عاجبك ولا ايه؟ بنزعله. ايوه بالظبط. فانا لما باخد قليل واخلص طبقي وتشوفه فاضي احسن لي من احسن لي من انك تسيبي اكل في الطبق. صح. فخدي الاول، ابدأي لو انت عايزه تقللي. ودايما ببدا مع الناس كده، خدي طبق شوربه حطي فيه الاكل بتاعك. كويس. لما هتخلصيه انت لوحدك هتحسي انك شبعتي. انما لو هاخد طبق كبير فالكميه هتكتر، فهاكل كتير. فهفضل اكل فبتخن. صح. لاني لما هخلصه هحس اني شبعت. فسواء خدت عدد قليل او ما حسيتش اني شبعت يا شهيره، بقى بدون قطع كلامك، هي لحظه لو انا رحت عملت اي حاجه او جالي تليفون هرجع مش شبعت. قادره مش قادره بالظبط. عشان كده احنا هي دي اللحظه الصعبه. عشان كده انا بقى بدي الكبسولات الصبح. هتيجي عند الغدا مش هتحسي ان انت مقبله على الاكل زي ما انت عايزه. كويس. وزي الاول. فبالتالي انت هتحطي اوريدي، هتتجبري انك هتاخدي كميه شويه صغيره في طبق الشوربه اللي بتكلم فيه. حلوة. وخلاص هي حست انها شبعت. طب والاعشاب والنقط بقى؟ اعشاب ليه بقى؟ طب انا مخزون الدهون اللي بيتحرق ده هيروح فين؟ ايوه صح. هوديه فين؟ أيوة. ولازم يخرج. لازم يخرج طبعا. فبساعده انه يخرج. حلو. الاعشاب دي بديل ديتوكس، بدل ما بنمشي على دايت سنين واعمل وصفات واقول لك كل اسبوع اعملي وصفه ديتوكس وطول اليوم ما تاكليش حاجه وانت بتشربي بس وصفه الديتوكس، لا انا بقول لك خدي الاعشاب دي على كوبايه ميه بدل الشاي. يعني قبل ما تشربي الشاي خدي بقى الكوبايه دي بعد الغداء، تقفل شويه اشربيها تسيح الدهون، تودي الدهون دي بره، وفي نفس الوقت تغسل الجسم وكاني شربت شاي. حلو قوي. وهتساعد برضو على سد شهية. يا ستي بتشربي الشاي عادي يعني. ماشي. بس برضو خلينا نقول تقل الشاي مهم قوي. يعني شويه الشاي يعني تقل الشاي. الفرق بين الشاي فرق بين الشاي وميعاد الاكل، انا عندي ما يقلش عن ساعه ساعه ونص. يعني انا في ناس تتغدى ممكن ما تاكلش الشاي، تبقى جاهزه قبل اخر معلقه وليها كبس معينه ولازم تتغطى وتبقى مولعه، ولو بتطلع غيروها ولازم تشرب وكتير جدا. بالظبط كده. كل دي عادات غذائيه غلط. بصي بس انا مش جايه اقول للناس انت غلط انت غلط انت غلط، هتتقفل مني. انا لا، امشي زي ما انت عايزه، بس ساعديني وانا هساعدك. تمام. يعني اشربي الاعشاب قبل كوبايه الشاي. حلو. خلي كوبايه الشاي خفيفه ما تبقاش تقيله قوي. يعني استفيد على الاقل من الحاجه وبعدين اشرب. خليها وسط يا ستي. السكر اللي مش هيقدر يجيب سكر دايت يحط معلقه عسل نحل بدل السكر الابيض. لازم نعدد مصادر السكر. بالظبط كده. يعني نحاول على قد اللي يقدر يجيب سكر دايت يجيب سكر دايت ويحطه. اللي مش هيقدر عليه عسل النحل هايل وتحفه وهيديني نفس الحلاوه بتاعه العسل الابيض. ليه ساعات السكر الابيض للناس اللي بتجيب التموين بيبقى عندهم السكر البني لانه مش واخد مرحله التكرير الكتير. ده السكر البني ده هايل غالي من بره. مش والله ده في التموين حلو سهل جدا ورخيص. والله رائع. ده السكر البني ده هايل ممتاز ومن احسن الانواع السكر في الاكل وفي انك تستخدميه وان في كل حاجه. تمام. فاخدت كمان الاعشاب. طيب يعني انا الاول خدت حاجه تسد الشهيه. حلو. عشان تخلي الجسم يحرق المخزون الموجود. بعديه خدت الاعشاب عشان يخرج المخزون ده، ما لازم يخرج. يا اتخلص من السموم. الاعشاب علشان تخرج السموم وتغسل جسمي وتنظفه وتساعد برضو على الحرق. كويس. تمام. يعني هي كمان بتساعد على بالظبط كده. هاخد بقى بعد الاعشاب انا داخله على مرحله ايه؟
العشاء. حلو. وما ادراك ما العشاء يا زوزو. هي القعده احنا هنقعد هنذاكر شعريه باللبن داخل على الشتاء سحلب طبق صدر الحرك وبطاطا وحاجات كده كتيره بتتعمل. تمام، ما خديها يا ستي، بس خديها الساعه 6 لو سمحتي، 7 بقى عشان خاطر الناس اللي بترجع من اشغالها والطريق زحمه يا زوزو. الشتاء داخل 7 ده كتير قوي بالنسبه لي. 6:30 يعني احنا نادي 6:30 عشان هما بيأخروا، احنا ماشي. شعب انا جاي لك بعد نص ساعه اللي هو ساعتين. تمام، فانا هديها 6:30. خليها 6:30 هناخد العشاء بتاعنا معانا 15 نقطه على ربع كوبايه ميه من الزيت. طب لو حد بياكل وجبه واحده بس في الوقت ده غصب عنه يعمل ايه؟ بصي. يبقى دي غدا وعشاء وبياخد حاجه بسيطه في الفطار. طيب. ساندوتش او فكه او اتنين. بصي بقى، الناس اللي هي وجبتها الاساسيه بالليل انا بتعامل معاها زي الناس اللي بتمشي عادي. كويس. بمعنى ايه؟ انا بصحى من النوم لانه بيصحى متاخر. تمام. فانا بصحى من النوم هاخد الكبسولات. كويس. تمام؟ شويه وهفطر او اللي هو بالنسبه له الفطار. حلو. فهياكل كميه قليله. حلو. انا هنا عشان الحاله دي انا بدي كبسولات قبل الاكل. ليه انا بدي الكبسولات قبل الاكل؟ لان انت اوريدي يومك مقلوب. فانا عايزاك تحرق. حلو. انا مش عايزاك تاكل وبعدين تاخد الكبسولات فابدا اشتغل عليها. بالعكس. لا، انا عايزاك الاول يعني ادي لك فرصه ان شهيتك تقفل، فبالتالي انا بدي لك الكبسولات قبل ميعاد الفطار بحوالي نص ساعه. او قبل ميعاد الوجبه اللي انت هتاكلها بنص ساعه. نص ساعه. بعد شويه هو هيجي يدخل على الوجبه الثقيله لان هي دي الوجبه الوحيده اللي هياكلها. هياكلها بكميه قليله. هدي له الاعشاب بعديها على طول. كويس. وهدي له النقط بعدها بحوالي 4 ساعات. كويس قوي. فانا كده عوضت يعني قلبت اليوم، انا قلبت النظام، مشيت معاه بنظامه. نفس النظام بتاعه. النظام بتاعه. مش هقول له لا اصلك لازم تصحى الصبح ولازم تفطر وتتغدى واقلب له يومه واقلب له. في ناس حرام ما هي اشغلها بالليل بس. صح. هنعمل معاها ايه؟ فلا، انا بقول له إيه، انا همشي معاك بنفس النظام بس امشي معايا زي ما انا بقول لك، كبسولات قبل الاكل. دي الحالات اللي بفضل فيها الكبسولات قبل الاكل. كويس. علشان تبدا تشتغل تملى المعده، وبعديها بقول له حاول تصبر نص ساعه على اكلك. تبدا الكبسولات بس تنفش. تنفش. فاول ما الكبسولات تنفش هو اوريدي كميه الاكل اللي هيدخلها هتبقى قليله. تمام. بعديها هديله الاعشاب. بعدها بربع ساعه بنص ساعه ساعه الا ربع بيبدا ياخد الاعشاب. تمام. وبيبدا بيكمل نومه قبل الفجر بشويه، اللي هي الوجبه الثانيه اللي هي اللي هيبدا ياكلها قبل الفجر دي، بديله النقط علشان تساعده على يحرق فتره النوم. يحرق بقى. لا مفيش نوم بقى، مش بعد الفجر. في ناس هو بتنام. صاحي. هو صاحي، بس اللي الناس مش قادره تفهمه ان فتره الليل دي اصلا سواء انا صاحيه ولا نايمه الجسم تعبان. فاهمه؟ فانا بديها طاقه وانها تخليها تشتغل تفضل شغاله. فبديها النقط دي علشان تحرق. الناس هتحس بايه يا زوزو لما بتاخد الحاجات دي، النقط او الاعشاب او الكبسولات؟ تحس ان جسمها سخن. طب هو ليه جسمي سخن؟ انت ليه جسمك سخن؟ جسمك سخن لان انا بدات اشغل كل الاجهزه تبدا تشتغل عشان تحرق. تبذل مجهود. بتعمل طاقه، فبيحس ان جسمه بدا يسخن. اول ما حد بيقول لي انا جسمي بدا يسخن، انت كده ماشي في الطريق السليم. والله حلو قوي ده. ليه؟ انت جسمك بيحرق مخزون الدهون اللي جوه جسمك. تمام. هرجع تاني بقى اكلم الامهات يا عيني الغلبانه اللي داخله على منعطف تاريخي. تمام. الامهات دي امشي معايا زي ما انا عايزه. زي ما انا بقول لك هناخد الكبسولات. تمام. هناخد الاعشاب مع بعد الغداء، هناخد النقط على العشاء. انت كده او كده اوتوماتيك مش هتقدري ابدا ان انت تاكلي كميه كبيره. لا، انا اديت لك كورس مكثف ان خليكي ان انت معظم الوقت شهيتك مش مقفول. فبالتالي اي اكل قدامك انت مش هتقدري تهوبي ناحيته. فكره التلقيط دي، بقيه الطبق بتاع الولد، الساندوتشات بتاعت البنت، الحاجات دي لا. انا بقى ايه جايه في ايدك كده لحد ما نخلص عشان البطاطس دي خفيفه والله. الله. هي طلعت ريحتها روعه طبعا. حضراتكم جربوها. ودي بطاطس صحيه. بطاطس صحيه جدا جدا. اللي في الفرن دي هايله. وممكن اعملها بيض وبقسماط عادي للي حابب. وستي بس شويه زيت صغيرين بالظبط، يعني تقليه خفيفه مش لازم كميه الزيت الرهيبه. بس بتسيبيها قد ايه بقى في الفرن؟ بس مفيش. هي خدت 12 دقيقه 10 دقائق مع 5 يعني هي مسلوقه. حلو. لو مش مسلوقه هتاخد 25 دقيقه. صح. ولازم تتقلب في النص. تمام. فان شاء الله يا رب تبقى الوصفات يعني لطيفه. تسلم ايديكي يا زوز. تسلم ايديكي. بس سخنه. بس على مهلك. بس اتمنى يا رب تكون الوصفه خفيفه. عايزين تقلوها وتعملوها بيض وبقسماط اعملوها. يا رب ان تتقدم مع الصوصات دي. احطيها بقى في الصوص ده بعد اذنك يعني. تمام. اوكي. وادوقها. وادوقيها معلش شويه عادي. شيليها اهي. تمام. ولا يهمك. اهي استني كده عشان اصدقائنا. ايوه.
تسلم ايديكي. تمام. دوقي بقى وقولي لي بالساوزن ايلاند اخباره ايه؟ حلو. يعني تسلم ايدي. حلو قوي. بجد اصل هو بيدي تيست وبياكل الولاد ويعني بيحبهم هم شويه الزروطه دي. اه طبعا. والناس تاكلها يعني هايله ما هي معاها بقى اللي هيساعدها اللي هيساعدها ما احنا خلاص مطمنين بقى. بالظبط كده. اه تمام تسلم يا روحي. بالظبط كده يا جميل. اخد انا دي. اوه لا. تمام. ايوه كده يا سيدي. والنهارده بقى انا جايبه مفاجآت للناس. اللي هي بقى قولي لنا يلا العرض بقى. النهارده بقى انا مفاجآتي مختلفه خالص. مبدئيا بخلاف بقى الشحن مجانا. انا عملت النهارده شحن مجانا لحد بكره الظهر. حلو قوي. تمام. الشحن مجانا خالص لكل محافظات الجمهوريه. حلو قوي. حلو الكلام. تمام. انا النهارده عندي بقى عرض عرضين. اللي هو ايه العرض العرضين؟ ان احنا هناخد الكورسين بنص الثمن. بنص يعني إيه الخصم؟ الخصم 50% على كورسين لكل الناس اللي عندها مشكله أصدقاء. في حرق الدهون. انا بسرع منها حرق الدهون وبديها الكورس الثاني. بس الكورس الثاني اللي هيحدده خبير التغذيه لما تكلميني في التليفون انا هحدد لك الكورس الثاني ده كورس نحت ولا كورس حرق ولا هتكملي كورسين. فانا النهارده عامله كورس دبل بنص الثمن 50%. اهم حاجه الناس تتواصل. خبراء التغذيه مستنيينكم تتصلوا بيهم على الصفحات وعلى التليفونات. ادوني نص ساعه وانا هرجع ارد عليكم. أوكي. بس بعد الحلقه على طول. واتمنى الناس كلها ان شاء الله تستفيد. وكل ام يعني عشان انا داخله على المرحله دي فجاي اكلمهم. نورتينا وشرفتينا. ربنا يخليكي يا حبيبه التغذيه الجميله. كانت حلقة جميلة وبشكرك واشكركم اصدقائي جدا على متابعة حضراتكم. واتمنى يا رب الوصفات النهاردة تكون نالت اعجاب حضراتكم ولطيفة وتجربوها. وقلنا لو الرز بايت اعملوه بايت مش مشكلة شغال. ومن هنا الحلقة جديدة. اتمنى من الله اشوف حضراتكم على الف خير وصحة وسلامة وسعادة. وسلام عليكم.